الصيني محمود السلمي ان شاء الله برضو او السلمي نفس الكلام، لعيب واعد لعيب صاعد ان شاء الله اشوفه بشكل افضل مع النادي الاهلي. لسه صفقات بكرره بزيد على حضراتكم ان شاء الله. كل الصفقات انا قلت لكم من فتره كبيره جدا، كل الصفقات او بنسبه 95% من الصفقات اللي انتوا قلتوا عليها اعتقد النادي الاهلي بيجري عشان عارف ان الصفقات دي لعيبه مهمه، وكمان عشان يرضي جماهير النادي الاهلي اللي عاشقه للنادي الاهلي وعاشقه لتراب النادي الاهلي وعاشقه لعيب النادي الاهلي، عايزين يشوفوا النادي الاهلي دايما حاصد كل البطولات مهما كانت بتتلعب فين. فما تقلقوش، وانا قلت لكم كده من زمان الفتره اللي جايه هتبقى فتره مختلفه تماما. الفتره اللي فاتت كانت صعبه جدا صعبه جدا، وكميه ضغوطات اتعرض لها النادي الاهلي مش عايزين نقعد نتكلم ونعد ونزيد فيها، لكن انتوا خلاص بقيتوا شايفين كل حاجه، وكل حاجه بقت على المكشوف، يعني كل حاجه بقت على المكشوف قدامكم. فتره ضغوطات واتكلمنا قبل كده عليها، وانتوا قلتوا يا جماعه انتوا بتهولوا شويه الكلام، لكن دي حقيقه وانتوا عرفتوا ان هي حقيقه. النادي الاهلي كان بيتعرض لفتره ضغوطات من كل النواحي، لكن الحمد لله دايما النادي الاهلي احنا قلنا وبنراهن عليه دايما النادي الاهلي بيقف بسرعه جدا ووقعته بألف قومه، والاهلي قام الحمد لله، وان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون شكلها متغير خالص. شفنا اداء المباراه اللي فاتت.